اليوم تم دخول قوافل المساعدات الإنسانية في برنامج غذاء العالمي، بس الحي لسه ما اكتفى بالمواد، يعني القافلة ما أنا كان من المواد، لسه في نقص مواد طبية، في نقص مواد صحية، في ما القافلة ما أنا كان من كل شيء، مواد غذائية فيه، بس لسه في هي لا تكفي الحي، يعني كمحتويات السلة هي لا تكفي الحي، الشغلات الأساسية فيها بس، أما في مواد تانية ليست موجودة، وأهم شيء المواد الطبية ما أنا موجودة بالقافلة، وهذا أهم شيء بالقافلة. هاي المواد اللي دخلت اخي هاي ما بتكسر حساب، نحن بحاجه الى مواد جراحيه، بدنا سرنجات، بدنا حليب اطفال، بدنا شيء لا يكسر حصار، هذا الشيء كله ما بيكسر حصار، هاي مواد غذائيه.